يومك متروس بعيال ودروس على شغل وهلكو من ده ليه ده ولا متسددات ولا متبددات يومك متروس بعيال ودروس وبقيت على الغلب ده متعودة اللي تأكل واللي تلبس وتودي النادي اللي تذاكر واللي تدلع تشخط خطوة دادي اللي تأكل واللي تلبس وتودي النادي اللي تذاكر واللي تدلع تشخط خطوة دادي فالنتينات وموبايلات سخنة وحنية في كل الأوقات وبقيت أم أشرف وأبو أشرف وتلات كلمات وملل وروتين وهيعيشة كده يا شيخة طلعت عيني يا روح. أبي هريرة كان واحد من الصحابة وكان بيروي الأحاديث بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ما انت مدخلين المدارس بالشيء الفلاني عشان ما عرفش مين أبو هريرة احنا بناخد دين الحمد لله أنا عايز أعرف يعني إيه مش مين أنا أسفة أسفة أن أنا جرحت أحاسيسك قوي كده ماشي يا ليمت أبي هريرة سموه كده علشان كان بيحب القطط وكانت القطط دايماً تقعد في الجيب بتاع الجلبية بتاعته وهرة بالعربي يعني قطة وهريرة يعني قطة صغيرة يعني يا مامي تربية القطط مش حرام؟ لا طبعاً مش حرام مين قال كده بالعكس
ده ربنا امرنا بان احنا نعطف على الحيوانات. شفت بقى مش قلت لك؟ استني بس، يعني العطف على الحيوان ده يبقى ازاي يا مامي؟ يعني ما نشوف حيوان ما نضربوش، نطبطب عليه، نديله اكله وشربه وكده يعني. واللي بيعمل كده بياخد حسنات؟ طبعا بياخد ثواب كبير قوي كمان. يعني على كده يا مامي اللي بيربي قطه ده بما انه بيعطف عليها وبيطبطب عليها وبيديها الاكل والشرب اكيد بيخش الجنه على طول، صح؟ طبعا. ما بالكوا بقى اللي بيربي عيال اشقيه وغلبويه زيكم على الجنه حتف. خلينا بس في اللي بيربي قطط دلوقتي، يعني على كده يا مامي تسمحي لنا ان احنا نربي قطه؟ تربوا قطه فين؟ في البيت هنا؟ لا طبعا. ليه؟ عشان ادخل الجنه، مش انت لسه قايله كده بنفسك برضو؟ لا يا حبيبي، تخشوا الجنه ببقيه عمايلكم، مش لازم يعني تربيه القطط يا فالح. ليه بس يا مامي؟ احنا نفسنا كده في قطتك اللي نلعب بيها، والنبي يا مامي، ايه اللي هتروحي تحجي يا رب؟ او النبي يا مامي، ربنا ما يوقعك في دي او يوقف لك ولاد الحلال يا رب. ايه ده؟ ايه نظام التسول ده؟ انتوا بتسيبوا المدرسه وتروحوا تشحتوا في الاشارات؟ انا قلت لا يعني لا. ليه بس يا مامي؟ انتوا فاكرين ايه؟ فاكرين الموضوع لعبه؟ دي روح يعني محتاجه اهتمام زي البيبي بالظبط، يعني تاكله وتشربه وتحمه وانا مش ناقصه هم. يا مامي ما احنا هنهتم بيها والله. والله يا مامي. اهتموا بدروسكم الاول وانجحوا وبعدين نبقى نشوف. وبعدين ابوكم انتوا عارفينه بيصرف عليكم بالعافيه، اقول له كمان يصرف على قطه؟ وبعدين علي بيخاف من الصرصار، هجيب له قطه بلا خيبه. ازيك يا ديدي؟ ايه وحشه الغيبه الطويله دي؟ ازيك يا انتي؟ ازيك يا فندم؟ ازيك يا حبيبتي؟ احنا افتكرناك اتجوزتي تاني. هي مش قصدها خالص، اصل انت يعني ما بتستنيش، مش قصدي يعني قصدي بتسيبي ده وتاخدي، مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، اصل انت التيرن اوفر عالي قوي. اعمل ايه؟ ما بستحملش اعيش لوحدي يا نايس. روحي فظيعه. ايوه بس مش كده حبيبتي يا ديدي، التصرع وحش يعني بالهداوه، دي رابع جوازه يا ماما، يعني تختاري بالراحه. لا انا المره دي اخترت صح. يخرب عقلك يا ديدي، اتجوزتي رابع؟ امال انا مش شايفه دبله ليه؟ لا جبت كلب. مش بقول لكم اخترت صح؟ جبتي كلب؟ بتهزري؟ معقوله؟ يا زين ما اخترتي، يعني بدل ما تتلمي وتتجوزي وتجيبي لك حته عيل جبتي كلب. والله ابرك، على الاقل الكلب لو سباص وانا هني زيغه وهتاكليه او هتشربيه هيفضل فاكرها لك العمر كله، لكن الاطفال بقى هتاكلي وتكبري ولا حمد ولا شكر. الله، البت ديدي بقت بتقول شوية حكم، برافو عليك يا ديدي. بس يعني كلب يعني حيوان بتتعاملوا معاه ازاي؟ مش فاهمة. كارة ايه يا كاميليا؟ حيوان عن حيوان يا حبيبتي ما فرقتش كتير، كملي يا ديدي. والله عندك حق يا انجي، على الأقل المعاملة مع الحيوانات أسهل بكتير قوي من المعاملة مع الرجالة وما تقدريش تفهميهم. عارفين؟ الكلاب ممكن لما يجوا عندكوا لو يتمحكوا فيكوا أو جم كده يبقى عايزين ياكلوا، لو راحوا عند الباب ورايحين جايين يبقى عايزين يخرجوا. لو هز ديله يبقى مبسوط، بذمتك تقدري تفهمي راجل كده؟ لا الحقيقه لو الراجل هز ديله تبقى مصيبه. شفتي بقى ان الكلب ارحم؟ على الاقل مش هيقعد يتامر عليكي، يقعد يقول لك اعملي لي اكل كذا وضيفي لي كذا واكل ماما احلى. ده اكل معروف. صحيح، بمناسبه الاكل، انا قريت ان المصريين بيصرفوا ملايين على اكل القطط والكلاب. طب والله فكره، انا اعمل مشروع واقعد اطبخ للقطط والكلاب. والله فكره حلوه قوي يا كوت. لو فلستي هترمي له عظمه، هو جوزك ممكن تاكلي عظمه؟ عظمه؟ انا جوزي لو طال يكوني انا شخصيا. مامي مامي قبل ما تخشي عايزين نقول لك على حاجه، بس وحيد جدا وتتم تزعلي مننا. ايوه مامي، احنا حبينا تيجي مننا عشان ما تتفاجئيش وتتحطي قدام الامر الواقع. اتفاجئ والامر الواقع؟ اوعوا تكونوا كلتوا الرز بلبن اللي انا مخبياه منكم. لا يا مامي احنا نقدر برضو، احنا نموت من الجوع ما نجيش جنب الرز بلبن بتاعك يا غاليه. الموضوع ببساطه ان في عضو جديد هيخش معانا على العيله وخوفنا عليك من المفاجاه. عضو جديد ومفاجاه؟ ايه ابوكوا اتجوز عليا؟ ساكتين ليه؟ اتجوز عليا فعلا؟ لا يا مامي، اتجوز عليكي ايه بس؟ احنا جبنا قطط من مصروفنا. نهاركوا اسود؟ برضو عملتوا اللي في دماغكم؟ انا مش قلت مفيش قطط هتدخل البيت؟ لا يا مامي، حضرتك قلتي بالحرف الواحد اهتموا بدراستكم الاول وبعدين نبقى نشوف. واحنا اهتمينا بدراستنا وما شاء الله مي طلعت الاولى على الفصل. مي طلعت الاولى على الفصل، وانت طلعت ايه بقى يا ليمد؟ بس يا ستي، فاحنا قلنا نحتفل باختي حبيبتي ونجيب لها قطه، وانا عارف انك انت قلبك حنين ومش هتكسري فرحتها. يا حبيبي ايه الحنيه دي؟ من امتى؟ طيب ممكن اعرف بقى جبت الفلوس دي منين؟
يا مامي دي قطة ب200 جنيه بس. 200 جنيه بس؟ والله يا بلاش. برضو جبتوا الفلوس منين؟ يعني انت ماما فاكرة ان شوكولاتة السنيكرز ب10 جنيه؟ يخرب حقلوكوا، كنتوا بتضحكوا عليا؟ وانا اللي قلت ان الاسعار ولعت كنت بترحم على الشوكولاتة البيمبو؟ يعني كنتوا بتخنصروا من ورايا مش كده؟ لا يا مامي احنا كنا بنحوش، ده اقتصاد. ايوه مامي، بدل ما نجيب حلويات وكلام فارغ اهو جبنا حاجه مفيده. والحاجه المفيده دي بقى مين اللي هياخد باله منها؟ مش انا قلت لكم ان الحيوانات دي محتاجه رعايه واهتمام؟ ايوه مامي، ما انا هاكلها وشربها وانا هحميها واسرحها واهتم بيها. هي كلمه واحده مش هتنيها، القطه دي هترجع مطرح ما جت. ابوكوا لو جه وشافها هيطين عيشتكوا وعيشتي معاكوا. حاسبه من قدام، هي فين؟ زمانها بوظت العفش. يا لهوي علي، تعالي يا انجي بصي تعالي، دي كيوت قوي قوي. انا هسميها كيتي، والنبي يا انوش ما تمشيها، والنبي خليها. اهلا 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 يا انجي. مساء الخير يا انكل. مساء النور يا حبيبتي. ده ايه الزياره الحلوه دي؟ ولو انها بتتكرر كل يوم. بس عليك يا انكل، انت زهقت مني ولا ايه؟ طيب ايه رايك بقى ان انا جايه اسال على طنط رجاء؟ هي هنا؟ طنطك يا ستي خرجت تشتري حاجات عشان مشروعها الجديد. ايه ده؟ مشروعها الجديد؟ الف مبروك، مشروع ايه؟ جت يا ستي كده في يوم قالت لي بص بقى انا زهقانه وعايزه اعمل اي حاجه عشان اتسلى. قلت اوكي خليها تتسلى بدل ما تتسلى عليا انا. عايزه تتسلي ازاي يا حبيبتي؟ قلت لي عايزه ارجع زي زمان خبير التجميل وفاشن. حلو. قلت لها اوكي يا حبيبتي هترجعي ازاي؟ قلت لي بص بقى هاخد اوضتك حد وثلاث وخميس واعملها سبا، وانت اعملها عياده بقيه الاسبوع. طب والله فكرة حلوة جدا يا أنكل، وهي تسلية مفيدة برضو. مفيدة ايه؟ هتقلب البيت مرستان. أنا قلت لها أنا هتشتري قطة كده شيرازي حلوة، كلب جريفون، عرسة ذكر. يا أنكل يعني هما دول اللي مش هيقلبوا البيت مرستان؟ طب إيه رأيك بقى أنا جاية هربانة عندكوا هنا علشان المرستان اللي عندي في البيت بعد المحروسة ما شرفت. محروسة؟ هي حماتك طبت على نفسكو تاني؟ دي قطة، قطة يا أنكل. قطة إيه؟ دي بغلة فرس البحر، وأنا عبيط عن حماتك. لا يا أنكل بتكلم بجد، العيال حطوني قدام الأمر الواقع وجابولي قطة في البيت، والمصيبة بقى الكبيرة إن علي بدل ما يقف جنبي ويقول لهم لأ لقيته نايم على بطنه وعمال يلعب برجليه وبيدلع القطة، يقول لها كتموتوا يا حلوة يا بطة، نورتي البيت يا قطة، شفت الخيبة اللي أنا فيها. سبيه شاب طايش بيلعب، ولا أنت غيران عشان بيلعب مع قطة تاني غيرك؟ يا أنكل بقى بطل هزار، بس قطة في البيت يعني شعر على السجاد وخربشة في الكنب، وأنا خلاص تعبت مش قادرة أحمي وربي وأكل، أنا كفاية عليا العيال وأبوهم. ما تسيبوا العيال يشتركوا معاكم، ينظفوا ويكنسوا ويمسحوا، وهي فرصة ويتحملوا المسؤولية ويتربوا. يا أنكل يا أنكل دول عيالي وأنا عارفاهم، هما يومين تلاتة حلاوة روح وبعد كده أنا اللي هتدبس. اسمعي كلامي وصدقيني، مهم قوي انك تشغل العيال في حاجه مفيده، مش بدل ما يشربوا مخدرات. مخدرات؟ ايه يا انكل ايه ده، بلاش افوار، مخدرات ايه؟ تنظيم عصابي بشع قام بأبشع الأمور في مدينة نصر وغلب البوليس لحد ما تمكنت المباحث من التعرف على أفراده والقبض عليهم فردة فردة. وهنا كانت المفاجأة، تخيلوا إن التنظيم العصابي ده بيضم أطفال. شوفوا البشاعة، كان يو إيماجين. ثانية واحدة، قد ايه يعني الموضوع بشع جدا، جريمة بشعة.
وانا دوري النهارده اني اواجههم وازنقهم واقررهم واعرف منهم الحقيقه. اسمك ايه يا سوني؟ اسمي سوني. في سنه كام؟ ما اعرفش، بس انا طلعت من المدرسه. انت ليه عملت كده يا سوني؟ كنت جاي اسوق منهم لله بقى، اتلموا عليا وعلموني سكه المخدرات، كنت فاضي مش عارف اعمل ايه. انت ندمان على اللي انت عملته يا سوني؟ بصلي هنا، بصلي هنا، ما تعيطش. ندمان ولا لا؟ قول ندمان. مين اللي اللي كانت السبب؟ انت اخته؟ اه. بصي هنا، اسمك ايه؟ اسمي مي، بس مسميني قطه. وليه مسمينك قطه؟ مسميني قطه عشان بحلع على الزبون بخفه من غير ما ياخد باله، زي القطط يعني. اه. انت ليه عملتي كده يا مي؟ كان عندي وقت فراغ، وامي كانت منعاني اربي قطه. فاتجهت لاصحاب السوق. ندمانه على اللي انت عملتيه؟ ندمانه انك مشيتي في الطريق اللي يروح يبات ويرجع تاني يوم؟ انت عارفه انت ايه؟ انت مجرمه، انت عارفه انك مجرمه؟ ابشع ما في الموضوع ان اللي بيدير التنظيم العصابي ده هو اب ثانيه واحده يا حبيبي معلش. اب اتنزعت من قلبه كل معاني الأبوة، بيستخبى خلف منصبه المحترم ويمارس الجريمة هو وأطفاله. وسع يا وسع 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 وسع. أنت عملت ليه كده يا مجرم؟ أنا مظلوم، مظلوم. أنت وحش، أنت عارف إنك وحش، انت واخده حقير ندل وعميل. ندمان؟ ندمان. ندمانه يا مي؟ ندمانه. ندمان يا سولي؟ ندمان. يا نهار اسود، يا نهار اسود. معقوله يا انكل؟ معقوله يعني تفتكر الموضوع ممكن يوصل للدرجاتي؟ الارهام سعيد؟ قصدي المخدرات. ايوه، ما هو لو ابتدوا مخدرات اكيد هيوصل له الارهام سعيد. دي مصيبه اكبر، مصيبه. هاي يا سموره. هاي يا انوش. هاي يا طنط، الحمد لله على السلامه. هل كان هل كان مش قادر اقف على رجلي ابدا، بس جبت شويه بروليد وبوتي، انما ايه تحفه، هيعجبوكي قوي قوي. دخلوا الحاجه من فضلك، حطوها هنا. سمورتي حبيبي معلش، هزيح شويه حاجات من عندك كده عشان احط البضاعه بتاعتي. اوكي. أنا غلطان إنه وافقت إنها تتسلى. سيبها سيبها يا أنكل، مش بدل ما تتجه للمخدرات ولا الرذيلة. استغفر الله العظيم يا رب، مخدرات ورذيلة؟ ده كده الرذيلة هتحتج.
وعلى عكس ما توقعت تماما استمر الولاد في عنايتهم بكيتي، يحموها ويأكلوها ويشربوها وينظفوا مكانها شهرين بحاله. كنت فخورة جدا بيهم وقلت يمكن كنت غلطانة. تعالي. بس هما شهرين بالظبط واللي كنت متوقعه وخايفة منه حصل، ولبست أنا في التنظيف والعناية بكيتي لوحدي. يا سولي يا مي يا ولاد تعالوا حد يساعدني. لكن الغريبة إني بعد ما كنت رافضة تماماً وجودها في البيت، بنت اللذيذة خلتني أدوب في دبدبها وبقيت أحبها زي الولاد بالظبط، وهي تعلقت بيا قوي وما بقتش تقعد إلا على حجري ولا بتنام إلا في حضني، وأنا كمان ما بقاش يهمني غير إنها تنام في حضني وبس. يا خراشي سو كيوت. يعني انتي بردك مصممة يا انشي؟ طبعا يا هبة، انتي عايزاني اعمل زي الناس المتخلفين واجوزها دلوقتي؟ دي لسه صغيرة قوي متعرفش حاجة عن الجواز. هي منتي اختي اللي متعرفش حاجة، والنبي انتي غلبانة قوي، ده يا اختي بينزلوا من بطن امهم عارفين كل حاجة كده رباني. اسأليني انا، ده اللي عندي هتموت على الجواز، لا عايزة تاكل ولا تشرب، جواز جواز وخلاص. ما تزعليش مني يا هبة، انتي اللي غلطانة، انتي اللي خليتيها تختلط مع الباقيين، وهم اللي اكيد فتحوا عينيها على الحاجات دي. فتحوا عينين مين بس يا انشي؟ والنبي يا اختي ده انتي غلبانه قوي، بقول لك يا اختي بينزلوا كده من بطن امهم فاهمين كل حاجه. اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه وما تكبتيهاش، خليها تتجوز بدل ما تلف يا اختي على واحد من وراك لا تعرفي اصل ولا فصل وترجعي تعيطي. لا 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 يا هبه صغيره قوي. هي منتي يا اختي بس اللي صغيره اسم الله عليها، انتي يا اختي بتسمع صوتها بقى عامل ازاي؟ مامي مامي. اي حبيبتي. مامي هو فين الدواء بتاع الزور؟ جوه يا حبيبتي عندي على التسريحة في اوضتي. طيب عن اذنك. اتفضلي. اسمعي اللي بقول لك عليه، ده صوت واحدة عايزة تتجوز، أنا واحدة عارفة ومجربة. يا هبة تلاقيها واخدة شوية برد ولا حاجة. لا لا لسه صغيرة قوي على الجواز. ده بقول لك حاجة، اسألي أستاذ علي وشوف هو رأيه إيه. لا 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 احنا مش حمل خلفة وعيال وتربية، وبعدين اذا كان على علي هيقول لي وماله جوزيها مش هتفرق معاه خالص، ما انا اللي هتدبس في العيال، انا عارفة وانا اللي هربي. انت حرة بقى، بس انا بصراحة ما كنتش عايزاك ترجعي تندمي، ده انا جايبة لها حتة عريس قمر قمر كده، بشعره طويل وبني وبعين وعين وعنده كدش قد كده، شرازي. بجد؟ بعين وعين وكدش؟ لا اذا كان عنده كدش سيبيني افكر. فكري على مهلك بس عشان تبقي عارفة بقى، واللي أوله شرط آخره نو، أول ما اسم النبي حارسها وصاينها كيتي تنول مرادها وتتجوز وتولد لازم أخد من الوالدة. حاضر يا هبة ما تغلاش عليكي يا حبيبتي يا كيتي، ولا وهتتجوزي وهشوف لك خلفة كيوت قوي بنت الايه. أيوة أيوة حاضر جاية. تفضل. شكرا يا عم مغاوي. يخرب بيت السكر كله. اتفضل يا عم مغاوي. شكرا. لو ولد ايه ده؟ انت ازاي سايبه الباب مفتوح كده؟ انا مش قلت 100 مره ما تسيبوش الباب مفتوح؟ تلاقيكي انت نزلت. لا يا مامي ما لحقتش تخرج، اكيد هتلاقيها هنا ولا هنا. كيتي كيتي ما تقلقيش يا مامي، هي دايما بتحب تستخبى كده، اكيد هتلاقيها جوه الدولاب ولا تحت السرير. طب انت هتقفي تتفرجي عليا ما تدوري معايا. حاضر. كيتي كيتي حبيبتي كيتي يا قلبي. ياه دي القطة
دي جات لي من السماء يا جميل، من يوم ما جت وانجي حلت عن نفوكي خالص. هما الستات كده عايزين اي حاجه يربها وخلاص، اول الجواز تقعد ترب فيك، علشان كده لازم تشغلها بحته عيل تجيبه لها تقعد تتلخن فيه وتربيه، اول الواد ما يكبر هتدور عليك تاني تعمل انت ايه بقى، تشغلها بالحيوانات. انا عملت كده مع الواد كريم ابني، اول ما تم 15 سنه خليته يجيب كلب، اعتصم مرات شافت الكلب من هنا قعدت تدرب فيه ولا محاسن الحلو، اهتمت بالكلب ونسيتني انا خالص. عندها حق. نعم يا اخويا. بهزر يا جميل. بس مصاريف برضو يا جميل، ده انا بدفع قد كده في اكل القطه ودكتورها، دي ما بتاكلش الا دراي فود يا جميل، دي بتعرف تاكل من اكلنا. يا علي يا علي، هين قرشك ولا تخلي المدام تهينك. عندك حق. اهي المدام. الو. ايوه يا انجي. طب بالراحه بس عشان افهمك، كيتي مالها؟ هربت؟ هربت راحت فين؟ حد يسيب النعيم اللي انت معيشاها فيه ده ويهرب؟ عايزاني اكلم مراد بيه؟ عايزاني اكلم مساعد وزير الداخليه عشان قطه هربت؟ مش بستهون يا حبيبتي بس. طب حاضر حاضر انا جاي، ولو عدى 24 ساعه وما جاتش انا هبلغ فرقه ثلاث سبعات تدور عليها. ماشي يا حبيبتي، باي باي. ابتدينا. خلاص بقى يا انجي، دي قطه مش حد من العيال. هي اسود قلبك دي اللي مش مخليك حاسس بالمصيبه اللي انا فيها. انت يهمك ايه قطه وراحت؟ انا لو جرالي حاجه هبقى زوجه وراحت برضو، وهتتجوز عليا قبل الاربعين انا عارف. وانا مالي؟ وانا اللي كنت فتحت لها الباب. الله، ليه التخبيط ده بس يا سيد؟ ما تخليك محضر خير، مامي منهاره ولازم نستحملها. بعدين ده بدل ما تقول لها كلمتين حلوين يفرفشوها. خلاص حبيبتي هجيب لك واحده غيرها. هي مصاصه وقعت على الارض هتجيب لي واحده غيرها؟ كيتي ما كانش فيه زيها، لا في شخصيتها ولا في كبريائها. نظرتها ليا وهي بتناوله كانت عندي بالدنيا. هنام جنب مين انا دلوقتي من بعد يا قلب امك؟ المفترض انك بتنامي جنب جوزك، هو انا قرطاس؟ انت عندك شعر زيها؟ انت بتهرهر زيها وانت في حضني؟ لا لازم انا جعانه دلوقتي. بهرهر؟ دي امك لسعت خالص. قومي افتحي الباب. انا بهرهر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا قهرتي يا قهرتي. خلاص بقى يا هبة، ما انا قلت لك فضيها سيره من النسب اللي يعر ده. شفت الكلب عملت في ايه؟ دي هبشته هبشه يا حبيبي، خليته لا نافع لا قط ولا زعفت سقف حتى. ما انت برضه اللي غلطانه يا هبه حبيبتي، ما كانش في داعي برضه انك تزوقي عليها بالعافيه. اعمل ايه يا اخويا؟ اعمل ايه؟ ما انا لقيتها واقفه بجحه كده وعينيها تدك فيها رصاصه، وهو يا حبيبي اسم الله عليه خجلان، قلت اساعده وانا احرره. اهي خربشته وفقعت له عينه. فقعت له عينه، عينه الجميله الخضرة الجميله، خليت انا عينه بنفسجي منها للق، وعينه التانيه صفتها له خالص، صفت له عينه خالص. اعمل في ايه؟ ده ما بقاش نافع. منك لله يا انجي، منك لله انت والمقروصه في قلبها اللي اسمها كيتي، بلتيني ببلوه سودا. منك لله بس اشوفها، بس اشوفها. اهي جت اهي، تعالي يا اختي، تعالي يا ام البرنسيسه. خير يا هبه؟ في ايه؟ كيتي جرالها حاجه عندكم؟ كيتي؟ كيتي مين يا ام كيتي؟ هي كيتي دي يا اختي بيجرالها حاجه؟ دي كلبه مسعوره. تعالي يا اختي شوفي نيلت ايه. في ايه يا هبه؟ انت بتعملي كده ليه؟ انت اتجننتي؟ بتجنن؟ اه يا حبيبتي اتجنن. الحلوه يا اختي بتاعتك المتشرده هبشت يا حبيبي زربه الغلبان، خليته لا نافع لا قط شرازي ولا رومي ولا حتى لانشون. ايه ده؟ هي ازاي بقت شرسه كده؟
انتي مش قلتيلي انها مستعده للجواز؟ هي يا اختي من ناحيه مستعده فهي طلعت كانت مستعده وبالقوي قوي قوي ومن زمان، وانتي يا اختي اللي نايمه على ودنك ومش دريانه. الهانم طلعت معبيه ومليانه. مليانه؟ لقيتي فيها براغيت؟ لا براغيت ايه؟ مليانه يعني لا مؤاخذه يعني حامل. حكي من القطه ما تهبش الهبشه دي في الذكر الا اذا كانت معبيه ومنقوره قبل كده. اي منقوره؟ يعني ايه؟ منقوره يا حبيبتي يعني حبله. روحي شوفي بقى مين اللي حبلها وجابته من انهي زباله شكل وشها. ما هي دي بتاعت شوارع وانا اللي جايبه لها عريس زي الفل ابن ناس ومتربي. ها ده كان هيشيلها جوه عينيه بس هي اللي ما صبرتش على رزقها. روحي دلوقتي حالا تاخديها من بيتي، انا مش عايزه الاشكال دي عندي في البيت. كفايه قوي اللي عملته. اخصى عليكي يا كده، اخصى عليكي، خليتيني اسمع كلام اللي يسوى واللي ما يسواش. كده كده يا كده توقعي في الرزينه. اتفضلي فندم. ورينا فندم. ايه ده جميل؟ ايه ده؟ دي قطه. قطه؟ ايوه قطه. في ايه؟ لا انا بخاف من القطط، عندي فوبيا منهم. فوبيا. تخاف من القطط؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب هو مش حضرتك دكتور بيطري برضه؟ ايوه بس بخاف منهم جدا. لا حول ولا قوه بالله. طب انا عايزه اكشف عليها دلوقتي، اعمل ايه؟ حضرتك طلعيها وساعديني بس ان احنا نكشف عليها. ازاي؟ ثواني يا فندم. اتفضلي دي. حطيها كده على بطنها. اوكي. ايوه فوق شويه. ايوه. شمال شويه. ايوه. قولي اه. نعم. قولي اه. اقول اه ازاي يعني؟ قولي قولي اه. مش قلت لك قولي اه؟ جاتك القوى. خلاص يا فندم خلاص. مبروك. قطوطه حامل. قطوطه؟ قطوطه ايه بقى؟ دي كذبه قديمه. ازاي تعمل حاجه زي دي في الحرام؟ حرام ايه يعني؟ دي قطه. ما المصيبه انها قطه. قطه شيرازي. قطة من بيت محترم، بيت عائلات، ازاي تعمل كده مع قط شوارع؟ مش فاهمة، يعني العيل اللي هتجيبه ده مجهول النسب، لقيط، فاهم يعني ايه لقيط؟ ايه جو عماد حمدي اللي أنت عاملاه ده يا فندم؟ حضرتك دي قطة، الموضوع أبسط من كده بكتير. أبسط من كده ازاي بس؟ يعني أنا أعمل إيه في البلوة دي؟ أداري الفضيحة دي ازاي؟ بقول لك إيه يا دكتور؟ هو مفيش حل للمصيبة دي؟ لا! أنا دكتور حيوانات أه، بس عمري ما أعمل حاجة تغضب ربنا أبداً. طيب اعمل ايه في المشكله دي دلوقتي؟ اقول ايه لعلي جوزي؟ مش عارفه انا. طب وبعدين يعني الجيران يقولوا علينا ايه لما يلاقوا بطنها مترين قدامها؟ يا هانم خلي ثقتك في الله كبيره. ونعمه بالله. انا عندي حل هينفع حضرتك جدا. خير يا دكتور؟ حضرتك تاخدي القطه وتسافري البلد يومين. تقعدوا هناك. ايوه. تولد ولما ترجع تقول انها اتجوزت هناك. حل منطقي. لا من حيث منطقي هو منطقي جدا. هو ده فيلم تاني غير بتاع عماد حمدي؟ هو حضرتك دكتور بيطري من زمان؟ ايه؟ ايه يا بلحة يا حلوة يا مقمعة؟ ايه مبسوطة؟ ايه رأيك في الفضيحة اللي احنا فيها دلوقتي؟ أعمل إيه في اللي أنا فيه؟ أقتلك وأغسل عارك بإيديا ولا أعمل إيه؟ إيش؟ مش عايزة ولا كلمة خالص. اسكتي اقعدي مكانك. اعمل ايه في الفضيحة اللي انا فيها بقى؟ ها؟ اقول ايه لعلي؟ اقول ايه لعلي؟ فكرتيش في علي؟ بلاش علي. ما فكرتيش في مي؟ مين هيرضيكي يتقدم لها دلوقتي؟ ها؟ سمعتنا بقت في الارض. فكرتيش في سولي؟ سولي قلب امه؟ هيواجه زمايله ازاي في المدرسة؟ بعد ما عرفوا ان قطته بقت خاطية. ليه كده يا كده؟ عملتي فيا كده ليه؟ أنا سمعت كل حاجة. يا زانية. لا يا علي ما تتعورش يا علي. معلش اللي حصل حصل واللي اتكسر يتصلح. يتصلح ازاي؟ وأنا هجيب القط اللي عمل كده منين؟ ما كلهم شبه بعض. يا ترى سادة ولا مخلط؟ يا فجرة. يا برضه مش عايزة تنطق وتقول مين؟ مش عايزة. اسكت. ده هو اللي مجنني. مجننك ايه يا وليه؟ ده انت اللي هتجننيني. دي قطتنا مش بنتنا. انت خلاص عشتي في الدور؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يلا انا ماشي. الطف يا لطيف. رايح فين يا علي؟ رايح اجيب مغات عشان القطه حامل. سفله. جيبي عيال في الحرام يا سفله. خلاص يا حبيبتي ما تعمليش في نفسك كده. خايفة يا علي قوي بقى لها كتير قوي جوه. معلش يا حبيبتي دايما البكريه بتبقى صعبة في الفكرة.
يا ترى هتجيب ولد ولا بنت؟ حق يجيبوا ربنا كويس. خير يا دكتور طمنا. اول اتنين. اول اتنين؟ هو لسه في تاني؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. هاي يا دكتور ايه الاخبار؟ بقوا خمسة. ما شاء الله خمسة في عين العدو. طب ما كفاية كده ونبقى نجيلك وقت تاني. مبروك يا جماعة، كيتي جابت 9. ما شاء الله. طب صحتها عاملة ايه يا دكتور؟ كيتي كويسة؟ 9. مبروك يا حبيبتي، بقيتي جدا وانا اللي لبست. أنا خلاص مش قادر أستحمل. أنا حاسس إني في جمعية الرفق بالحيوان. أنا مش عارف أعيش في بيتنا. أنا غربت نونو. في نفسك كده حبيبتي. ما هو برضه يا مامي 25 قطه ده كتير قوي، اكيد زهقوا من الزحمه. ده انا عندي 20 واحد بس في كلاس ومش طايق نفسي، ما بالك هم بقى. طب كانوا يقولوا لي يمشوا كده من غير ولا كلمه وداع. قله اصل عاملين زي القطط، تاكل وتنكر. القطط برضه ما عندهاش وفاء، مش زي الكلاب يعني. ما تنسيش برضه يا حبيبتي ان القطه الام في يوم من الايام هربت مع عاشقها، وانت عارفه العرق ده اساس. صح، انا غلطانه ان انا اتعلقت بيهم واهتميت بيهم زياده عن اللزوم، واكيد اهملتكم يا ولادي حبايبي. انا اسفه، انا اسفه يا مامي. ده انت ما كنتيش بتشوفي غير القطط، ما كنتيش بتشوفينا خالص. ده احنا لما نبقى عايزين منك حاجه كان ناقص نونولك عشان تردي علينا. طب ما نونوتش ليه؟ نونو معلش انا اسفه. خلاص من هنا ورايح انا هركز معاكم، مش هركز غير معاكم، هركز معاك انت كمان يا جوزي يا حبيبي. وحشتني يا علي. مامي احنا عايزين نقول لك على حاجه قبل ما تخشي، بس وحياه جد وتيتا ما تزعلي مننا. ايوه مامي، حابين تيجي مننا عشان ما تتفاجئيش وتتحطي قدام الامر الواقع. امر الواقع وجد وتيتا وما تتفاجئيش. عملتوا ايه؟ جبتوا قطه تاني؟ لا المره دي جبنا كلب. كلبي يا ولاد ال... ولا متسددة
مليان يا فرستي.